مدير مديريه الصحه موجود، مدير الامن الناسي موجود، مدير الامن كان عند الحادثه وفي مديريه الامن العظيمه هنا، الامن بتاع المستشفى، طاقم الامراء، التمريض، كل الناس جت الحقيقه. انا بطمن بقول ان المنظومه الصحيه شغاله على مستوى، ان شاء الله رب العالمين يخرجوا سالمين جميعا، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. توجيهاتنا ليهم الحقيقه احنا النهارده يعني على قد الالم والحزن اللي موجود، على قد الفرحه اللي عندي بسرعه الاستجابه والتلبيه السريعه للناس ووصول الناس في زمن قياسي جدا. لكن توجيهاتنا للناس انها تستمر بهذا المنوال وهذا المستوى ان شاء الله، وفي اعمال كتير جدا في المستشفى تخلص منها بسرعه، عشان المستشفى لو حصل حدث عندنا اكبر من كده انها تسعى وتقدر تستوعب ان شاء الله. وباتمان منظومه التامين الصحي في محافظه السويس اعتقد